اليوم بتكلم عن تجهيز البيوت للزراعة الخريفية ونوع التجهيز. الآن جاهز البيت، تم وضع السماد البلدي والتسوية وتمديد شبكة الري، وكذلك يفضل قبل الزراعة بأيام اللي هو أعطاء رية خفيفة، بحيث إذا كان يظهر أعشاب بذور أعشاب تظهر اللي تخلص منها قبل الزراعة. هذه نقطة. النقطة الثانية، لا بد من رش البيت قبل يوم من الزراعة رش مبيد حشري على جميع داخل البيت، على البلاستيك، على الأرضيات، على المواسير الحامل للبيت، على خلايا التبريد، أي شيء على السن، نمنع أحيانا يصير فيها كروس ثابت على هذه الأشياء، لذلك لا بد من رشها والتخلص منها قبل ما تأثر على الشتلات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.